وبالشفاء. عسلامة ومرحبا، كيف العادة معكم وصف العابد في صحة وبالشفاء. اليوم مش نحكيه على الفوائد متاع المياه، لكن مش أي مياه، مش نحكيه على الفائدة متاع المياه المعدنية، وخاصة نلاحظوا أنه الاستهلاك المفرط اللي ولينا نستهلكه في المياه المعدنية. المياه المعدنية يعني ذاك ما عنديش رقم، يعني قديش الاستهلاك متاع المياه المعدنية بالنسبة للتونسي، من رغم أن احنا نعرفوا الماء المرتبط بالشركة توزيع المياه ماء صالح للشراب، لكن لماذا عزوف المستهلك على الماء الصالح للشراب؟ واليوم مش نشوفوا شنية أهمية المياه لتنوع الأسماء ولا المنتجين للمياه المعدنية. هذا مش من وحي الصدفة، هو في الحقيقة للتركيبة. المياه المعدنية مهمة من حيث المصدر، لكن المياه المعدنية وهي المياه التي تحتوي على الأملاح والمعادن، وذاك علاش دونك المياه المعدنية حسب التركيز حسب المكان اللي هي نبعت منه دونك نشوفوا شنية الأملاح والمعادن اللي تتركب منها. هل المياه المعدنية كيف نجم نستعملها كطريقة علاجية؟ أنه الماء هو علاج والماء هو كائن حي. المياه المعدنية فيها يعني أنواع، ولكن الأملاح وخاصة المواد هو غنية بالمغنيسيوم بالحديد بالكبريتات متاع المغنيسيوم بالنيترات بالبوتاسيوم بالصوديوم، هذا من كل عناصر اللي يخليه السوائل وخاصة العمليات الفيزيولوجية للجسم يكون في أحسن يعني عملها. نلقاو بعض المياه الموجودة من الأبار الارتوازية، نلقاو كيف أنه لتنبع من الجبال، فما هي مياه معدنية، لكن أهمها تتكون من سقوط وبعد سقوط الأمطار. يعني أهم مياه معدنية هي اللي تأتينا من الأمطار، لكن في التغلغل متاحها في طبقات وعبر طبقات الأرض تتشبه ببعض المواد والملاح المعدنية اللي هي تخصصها وتجعلها يعني عندها خصوصية في التركيبة متاحها. يعني نفهموا أنه جودة المياه حسب نوعية الصخور أو طبقات الأرض اللي هي تشبعت بالأملاح المعدنية الموجودة فيها، وذلك علاش يخلي في بعض الأحيان الثمن مش نفسه. كيف فما مياه طبيعية، ولكن فما مياه يعني فيها نوع من الرسكلة، ياما انقصنا بعض الأملاح أو أضفنا بعض الأملاح، وهذا الكل تكون خاضعة لتصاريح من وزارة الصحة لكل دولة، كما احنا في تونس عنا الدولة التونسية. كيف الماء الصالح للشراب فيها تركيبة، وإذا كان نقول المياه المعدنية وهذا للذهن، يعني كيف يمكن أن يتقع يعني مدة الخزن بتاعها؟ هو يتم إضافة ثاني أكسيد الكربون ليكون المياه صالحة أطول مدة ممكن، لكن أكسيد الكربون ينجم يكون عنده أضرار. كيف المياه المعدنية، والسؤال هل المياه المعدنية تنجم تكون علاجية؟ الإجابة نعم، وهذا الكل خاضع حسب تركيبة الأملاح والمعادن الموجودة فيها. من جملة المياه بدون ذكر يعني الأسماء، هي النجم نقاوها تعالج علاج الكولون، الروماتيزم، عسر الهضم والإمساك، يعني وكل الالتهابات المعدية حتى التهابات المفاصل. فما كيف بعض المياه اللي تكون غنية بالكبريت والفيتامين أو نجم تفيد في الالتهابات الجلدية. كيف عنا مياه معدنية تنجم تفيد حتى في علاج حصى الكلى والمثانة. وفما مياه معدنية، لكن ما عناش في تونس مياه معدنية كما بعض الدول، اللي هي تنجم تقي حتى من السرطانات اللي لا قدر الله نجم تصيب الإنسان. هذا كل حسب التركيبة متاع الأملاح والطبقات الأرضية. كيف فما مياه معدنية تخرجنا يعني من جوف الأرض باردة، وفما شكون تخرجنا يعني حرارية. كيف هذا من كل المياه الحرارية، ولا نلقاه العديد وخاصة تونس يعني سباقة في كل ما هو لسانتر متاع التلسو والمنتجعات السياحية، اللي هو استعملت المياه الجوفية الحارة كعلاج مش كان على البشرة، وإحنا نعرفوا أنه على طريق البشرة ينجم المياه المعدنية تخلي يعني وتغذي البشرة بالأملاح اللي هي غنية بها. كيف المياه الجوفية نلقاها خاصة بالمعادن، يعني كل ما هو مغنيسيوم، الحديد، السيلينيوم وحتى الكويفر والزنك، اللي هي عندها تأثيرات جمالية على البشرة ونظرتها، وخاصة كل ما هو المناطق الموجودة في الجسم ولا حتى الالتهابات متاع المفاصل. كيف الفوائد العلاجية، نلقاو فما مياه للعلاج للتخسيس، عنا مياه لارتفاع ضغط الدم، للحد من مشاكل القلب، وكل ما هو الحماية من الجفاف، وخاصة حماية الأطراف يعني البشرة والأسنان والشعر. لكن هذا الكل ما يلزمش تكون صبغة تجارية، يلزم التثبت والقيام ووجود مختبرات لتفادي يعني نقولوا الإخلالات بالتركيبة للمياه. مش أي ماء نجم يكون علاج، مش أي ماء هو غني، والجودة ما تعنيش الثمن. لكن إذا كان نقوله وهذه نصيحة، ما يلزمش الإفراط في المياه المعدنية واستهلاكها وترك الماء العادي. وعنا بعض الطرق وهذه اعطيناها في صحة وبشفاء كنصيحة، كيف يمكن للإنسان وخاصة المرتبطين يعني بشركة توزيع المياه إنه الماء الصالح للشراب ردوه فعلا صالح للشراب. تمنيتنا للجميع بالصحة والعافية، صحة وبشفاء. صحة وبشفاء.